الخير لا تدري بمن. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ننطلق في هذا اليوم المبارك يوم الأربعاء 19 من شهر يونيو 13 من شهر ذي الحجة في هذه الأيام المباركات من أيام عيد الأضحى المبارك لنخفف جزءا يسيرا من معاناة أهلنا في قطاع غزة الذين تضرروا إثر هذه الحرب الشديدة بدعم من أهل الخير والعطاء، إذ نوزع عليهم سلال الخضار بما يلزمهم من المأكل والمشرب بدعم من World Aid Convoy. فنقول لWorld Aid Convoy جزاكم الله خيرا، تقبل الله عطاءكم، خفف الله عنكم كما خففتم على أهل غزة، جعلكم الله من المخبتين المتقين المحسنين، أخلف الله عليكم في أهلكم وصحتكم وذرياتكم وأموالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت الذي بوجوده هذه الحياة بخير. مطر يغيث من العنا كالفرج من رب السماء.